يلا مشاهدين الكرام، اهلا وسهلا بكم. اليوم عندنا برنامج اني وزميلي رسلان راح نقدم. تحيه طيبه لك يا معود المشاهدين. كيفك يا رسلان؟ انت ماخذ فرصتك من ممثل، خلاخذ انا مقدم. هسه انت دائما شايفك بالبرامج تدخل على المقدمين وتاخذ حواراتهم وتاخذ كذا. هذا برنامج صباحي، ما يصير ما يصير، لازم نقعد هيك. لا لا ارجوك، لا 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 لا، هسه احنا بالجو. هسه انت تتشاقل ولا تحكي صدق؟ لا لا احكي صدق. مشاهدينا احنا عندنا برنامج صباحي، للاسف هذا زميلنا رسلان يعني ما اعرف دائما محمد هاشم ماخذ فرصته وفرصه غيره بالتمثيل وبالها. هسه انت بتمثل متى تفرص الاخرين؟ انت جابك على الاعلام والتقديم. انا جابك، انت جابك على التمثيل بس تبكي. لا لا شنو ايش عندك انت؟ ايش عندك انت؟ خليك بطن، حتى رياكشن ما بي، رياكشن ما عندك. ارجوك لا ما وشك ما بي رياكشن غير وشك صافي.